السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة رشيد. اليوم إن شاء الله كيف تتشوفوا ندير لكم واحد الفيديو ديال واحد الشج. نعم، مني درت لكم بحال هذا لأول مرة. هذا خدمته مختلفة على الآخرين، وكل واحد والتقنية ديالو، كل واحد والصعوبات ديالو، وكلهم في نفس الوقت راه ساهلين. يعني تبقى غير واحد شويه التركيز، واحد شويه الدقه، وراه الشرج كيجي ناضي ومضبوط. هذا فيه واحد الجزء هو بالضبط اللي فيه الخدمه. ماشي شي خدمه معقده، ولكن هو اللي عليه كاع هاد الخدمه، والباقي راه كلشي باين. المهم تبعوا معايا وغادي تشوفوا، وغادي نوريكم التفاصيل وحده وحده حتى الاخر، وغادي تحكموا على التقنيه والطريقه والشكل ديالو في الاخر. المهم كنحيدوا هذا الجو، هذا هانتوما كيف تشوفوا تنحيدوه، من بعد كنمشيو للتفاصيل. هادو هما الاجزاء ديالو اللي كيتكون منها. هاد الجزء اللي هو رئيسي راه ديجا تراسيت ليه بلاصتو، غادي يبان لكم. واللي ما عندوش القياسات يمكن ياخذهم على الشرج مباشره، تبقى ترسم بالخطوط وتفصل القاعد على هذوك الخطوط اللي درتي، ولا غادي تخرج في النتيجه. المهم هذا باين، ها هو الشكل الرئيسي. هذا ديال الجنب، يعني هذا في الايسر الجهه اليسرى، هانتوما كيف تشوفوا هذا الجهه اليسرى، والعكس ديالو هو اللي يكون في الجهه اليمنى. هانتوما كتراسي حتى الوسط، ولكن في الفصاله كتزيد واحد 3 سنتيم ولا في الوسط، يعني فين شاد انا بيديا اليمنيه هذيك البلاصه كتزيد فيها واحد 2 سنتيم ولا 3 فين يتلاقاو هذوك الايمن مع الايسر. المهم غادي تفهموا من بعد. هانتوما تبع هذا رقم واحد، كيف تتشوف كنجيو كنقلبو كيعطينا رقم جوج، يعني غير واحد تعطينا الصورة ديالو في الجهة المعاكسة، يعني تعطينا التماثل. هذا التماثل ديال الجهة الأخرى. هانتوما شتو باينين دابا رقم واحد وهذا رقم اثنان. المهم كنحيدو هذا، هذا رقم ثلاثة. يمكن دير العكس واحد جوج ثلاثة كيف ما المهم، متهمش. كنتراسيو هذا الجزء اللي هو في الخلف، هذا انتما كيف تتشوفو تنحدد ليه بلاصتو في التحديد. راه كتراسي بهذاك الجزء اللي قلت لكم الايمن والايسر، واللي شاط لكم راه كديري باندا تتعبري الطول ديالها والعرض ديالها، وتزيد واحد شوية على حسب داكشي اللي غيدخل لداخل تحت المقعد على حساب الزيارة. المهم غادي نعطيكم التفاصيل كاملة. دابا غادي نعبر هاد الباند، هادي بالضبط عندي فيها هنا ما بين الخط ولفان ديال الشرج 90 سنتيم، هي 90، ولكن انا غادي نزيد عندي 7، ولكن تنزيد جوج هي 90 ولا سميتو تقريبا، باش داكشي اللي غيتنال لتحت 90 سنتيم، ويمكن دير 10. المهم تزيد وما تنقص، لان القصتي اللهم يكون وافي، يعني ما يكونش خاص. هاد البانداج كل تحكم عليها تحكم على هذوك الاجزاء اللي الرئيسي مع الايمن والايسر، هما تحكموا عليها باش تعطوها واحد الشكل مضبوط. هانتوما هنا كتشوفو 90 سنتيم، هاهي 90، وهنا 6 باينة دابا 6، وكتمشي بهاد الشكل. هذا هي يمكن تكون مستقيمية، ولكن داكشي اللي شاط راه كينزل لتحت مكيهمش. الطول ديالها يعني غنوريكم 85 سنتيمتر اللي عبر فيها 85،
هيا غتبان لكم هنا 85، يعني الا درتي 90 ماشي مشكل، كي قلت لكم زيد وما تنقص ماشي مشكل، باش الشرج ما يخصكش شي حاجه في الاخر فاش تبي تمونتيه، وما تحتاجش لشي زياده باقي تزيدها ولا شي حاجه، لانه هو مكون من هاد الاجزاء هادو اربعه، يعني بلا ما تحتاج تزيد شي حاجه باش يعطيك الشكل اللي هو الاصلي ديالو. المهم على اي غادي نجيو هنا، غادي نتراسيو هذا الجزء الايمن والايسر والجزء الرئيسي، والباندا ما عندناش فيها المشكل كيف قلت لكم 85 سنتيمتر، هذيك تتقطع نيشان يعني على شكل مستقيم، لان الكوسان تا هو نازل بواحد الشكل مستقيم من الجنبات ديالو خصوصا الخلف، لان هذيك الباندا اصلا هي ديال الخلف. هانتوما انا كنزيد واحد، انا كندير المنتصف ديال هاد الجزء، هانتوما كيف تشوفوا، والزياده ديما كنزيد نقلبو هكا عطينا العكس ديالو. دابا رقم واحد من ليا ورقم جوج من هاد الجهه، انا كنزيد تزيد هنا هنا بالضبط كنزيد، انا تراسيتو قد قد ولكن غنزيد في الاخر، هذيك المساحه اللي بيناتهم كنقسم عليهم يعني ما بين الجزء الايمن مع الايسر، هنا بالضبط هانتوما شفتو كنزيد كيف زدت في هذاك تنزيد في هذاك وغادي. المهم باين هادشي، واحد جوج ثلاثة، من بعد ما كنتراسيهم كتجي عملية القص اللي هي من أهم الحوايج في سميتو باش تقاد واحد الغلاف يكون مدقق ويكون متقون لواحد الدرجة، يعني خص القص يكون مزيان يكون مضبوط على الخط. هادي الباندا اللي قلت لكم 85 90 ما عندناش فيها المشكل، اللي درتيها مزيان المهم تكون فايتة 85 ما عندكش المشكل. هادي داير فيها انا 85، داير فيها تقريبا شي 92 هكاك، ما يهمش. الا قطعتي وضبطتي الحساب بواحد الدقة سميتو تتعاونك هي في الاقتصاد، ممكن تعاونك في اقتصاد واحد النسبة قليلة ديال السلعة ماشي بزاف، ولكن الاقتصاد راه تيبقى مزيان، يعني بنادم يقتصد مزيان ويضبط الامور مزيان ماشي مشكل. القص على الخط لانه هو اللي غادي يساعدك باش يعطيك واحد الشكل مضبوط ومتقون ومفيني في نفس الوقت. المهم كتقص هاد الأجزاء هادو، وطريقة الخياطة كيف العادة، يعني كتبدأ من القدام وتم غادي حتى المنتصف ديال الخلف ديال الجزء اللي في الوسط وتوقف، وتبدأ في الجزء الآخر وتوقف وتلاقيهم من الخلف. المهم ما عليناش، أهم حاجة كيف قلنا هو هاد الاقتياع هذا راه كيلعب دور مهم، وراه اي حاجه واخا جزئيه بسيطه راه كتلعب دور في الفينيسيون، يعني ما غاديش يعني يقول شي واحد راه هادشي زايد ناقص ولا شي حاجه، هذاك الشيء ما انا ما متفقش معاه، يعني الانسان الا بغى يتعلم مزيان وبغى يكون يعني يفرض الوجود ديالو في هذا الميدان هذا، يعني خصو يعتمد على هاد النقط. المهم اللي هي ما بين التصميم، يصمم واحد الحاجه بواحد الثقه، يقطعها بواحد الثقه، يخيطها بواحد الثقه، وفي المونتاج يجبد على حسب الخياطه، يجبد باش يساوي الخياطه ما بين اليمين اليسار القدام الخلف، باش يجيب داكشي في واحد الصوره اللي كتبان كانك تترسم،
يعني باش تبان لك في واحد الصورة مضبوطة. يعني هادو هما التقنيات اللي مهمة في سميتو. إضافة لواحد الحاجة تاعي هي الريكلاج ديال لي ماشين، تا هو يكون مضبوط مزيان، الماكينة تاعي المريكلة عطيك خدمة مزيانة و تتكون مرتاح إلا كتخيط. هادو هما الجزئيات اللي خصو يعتمد عليها الإنسان باش يكون محترف، ويكون يبان لي هادشي بأنه راه وعدك ومساوي ومقاد وتكون نتيجة مزيانة. المهم حنا كيف تنقصو دابا، هانتوما كيف تتشوفو راه داكشي باين. واللي بغا يتعلم نصحو واحد النصيحة، هو يمشي بشوية عليه ما يزربش. اللهم يدير بياسة، يقاد واحد البياسة. إلا بغيت نقاد أنا مثلا في تلت ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة، يقادها قاع هو حتى في ساعتين ماشي مشكل. المهم اللي بغا يتعلم خصو يكون تقيل، يكون تيتصنت، يكون مثلا يقاد حاجة ويحطها مزيان، واخا يتعطل ماشي مشكل. يدير تجارب في الخياطة، ويدير تجارب في القطيع، ويدير تجارب في التصميمات وداكشي، باش يوصل بنادم لواحد واحد الفكرة. يعني ما يزربش، هذا اللي كيزرب راه ما كيتعلمش دغيا. اللي بغى يتعلم دغيا راه كيخلي كل شيء في الاخر. المهم انتم كيف تتشوفوا دابا كي تنفصل هاد الاجزاء هادو، كنساويهم هكا، كنشوف منين غنبدا الخياطة. يعني كنساويهم هكا باش نعرف الخياطة منين غنبدا. تراسي واحد شي نقط، جوج نقاط ولا ثلاثة ولا وحدة، تكون هي مضبوطة مزيان وتتبع. هانتوما كيف تشوفوا، انا كنختصر لكم شويه. مره لو بغيت نزيد في الفيديو راه ممكن نزيد اكثر من هكا، باش ممكن ندير سكوتش ونلصق هذا مع هذا، ونبقى غادي معاهم دقه دقه، ولا ندير في نيتات دوك غاتيو في نيتات بحال نفتح ونبدا نفيكسي داكشي ونتم غادي. ولكن كنختصر لكم دابا هكا شويه، راه باين يعني كتجبدي بيديك وتحدد واحد النقطة ولا جوج نقط وصافي وتبع. ملي تبي تخيط راه تيبان. أنا كنتصور هاد النقطة على هاد هدا مع الجزء الآخر، وهاديك النقطة اللي كتكون في الجزء الأيسر هدا اللي زدت في الدية تتكون العكس ديالها في الجهة الأخرى. وهاد هاد الجزء اللي في الوسط، النقطة اللي ترسيتها تتكون تماثل ديالها في الجهة الأخرى باش يكونوا مساويين. يعني كيفين حطيت هاد النقطة هادي مع هذا، يمكن تي العكس ديالها في الجهة الأخرى. صافي، إلا درتي نقطة ولا جوج في هاد الجهة راه بحال درتيهم في الجهة الأخرى. يكفي أنك دير التماثل ديالهم وأنت تخدم عادي. هاهي اي حاجه بيتعلمها الانسان يكفي انه يفهم، من بعد ما يفهم يخدم. الا فهمتي راه كتكون خديتي 50% ديال الخدمه، كيبقى لك 50% ديال التطبيق. هانتوما انا كنتبع دابا هاكا، تنشد هاديك النقطه تنتم غادي تنلفان وتنشوف فين وصلت وتنبدا. تقريبا جاو مساويين نيت، كيف تراسيتهم تقريبا بيجيو مساويين. واحد جوج الميلم ولا ثلاثة اللي زايدة انا حيدتها. صافي بغيت نلاقيهم دابا بطريقة عادية وبسيطة ماشي مشكل. تنحيدو هادشي دابا، كنمشيو لمرحلة ديال الخياطة اللي هي اخر مرحلة ما قبل المونتاج. خياطة يعني ماشي هذا العكس ديالو، هذا هو اللي بغينا ناخدو نديرو هنا. المهم كيف تتشوفو دابا، غادي نخيطو هاد الجزء الأيمن هو الأول.
دابا هاد الجزء هذا كتجي تا الخلف ديالو، يعني ملي كتبدا من القدام تتجي تا الخلف هكا وتتحبس وكتمشي للجزء الاخر، باش من بعد كنلاقيهم. يعني هذا كيجي حتى تبقى لك واحد الشوي تقريبا واحد 3 سنتيم كتخليها. انتما شتو دابا كيكون واحد النقطة هنا في المنتصف، كتخل ديك النقطة كتفوتها بواحد سنتيم، جوج سنتيم ولا سنتيم كاع ماشي مشكل، وتتقطع وتتجي للجهة الأخرى بهاد الطريقة. هادي هي كيف تتشوفو، وكتخيطو كيف خيط الأولاني كيف غادي تخيط التاني، يعني عادي. يعني لحد الان كل شيء واضح وكل شيء باين، هانتوما كيف شفتوا. يعني بديت من القدام، دير نيشان دوك النقاط اللي كنت درت قبيله راه جاو تقريبا مع القدام قد قد، يعني راه كان في الاصل ديالو مساوي. انا كنوريكم هي كيفاش ديرو تقريبا، وراه باين داكشي من الهندسة على المقعد، راه كيبان كل شيء. راه الكوسان كيف ما كان نوعه، واخا يكون فيه 30 جزء راه بحال فيه 10، بحال فيه 6، بحال فيه 5، نفس الطريقة نفس التصميم نفس الخدمة، تبقى غير واحد شوية الدقة تم غادي وما تزربش، غادي في الاخر غادي توصل النتيجة. وما تنساوش تشاركوا في القناة، وما تنساوش دير لايك للفيديو ويوصلك الجديد ان شاء الله. واللي جديد في القناة مرحبا به، يتبع وتا هو يستافد ان شاء الله معنا. وكاين حوايج اخرى غادي نديرها لكم ان شاء الله تاني بشكل، يعني كاين تقنية الماكينه كيفاش تصاوب الماكينه، كيفاش تصاوب الكروشي، كيفاش بزاف الحوايج غادي ندير لكم فيديوهات ديالهم ان شاء الله. كاين اللي تيوقع دوك المشاكل قدامه، اللهم من الاحسن ندير لكم فيديوهات احتياط باش اللي عنده شي مشكل يلقى الحل، نوري الحلول. وغادي نوريكم اهم الحوايج في الماكينه كيفاش حتى هي كتصاوب وتعالج الا كان شي مشكل، وكيفاش تركب الكروشي، كيفاش تركب المفتاحه، كيفاش تركب بزاف د الحوايج. المهم كل شيء كل حاجه عندها الفكره ديالها، وحتى حاجه ما صعيبه في نفس الوقت، راه غير واحد شويه التركيز والدقه راه كل شيء باين. المهم كيف تتشوفوا دابا حنا وصلنا للمراحل الاخيره، يعني ما قبل المونتاج كيف تشوفوا دابا كنديروا داك الجزء اللي هو على شكل مستقيم. هذا عادي، يعني خدمته عاديه ما فيهش المشكل، تنخيطوه وتنعاودوا ندبلو الخياطه على برا بنفس الطريقه. هانتوما كيف تشوفوا الخدمة ديالو باينة وواضحة. هانتوما شتو راه كلشي باين. دابا تطبق لنا الخياطة اللي على برا. دابا حيدت هادوك اللي الداخل ديجا كندير انا جوج خياطات، وحدة على برا و داكشي اللي مولف انا خدمتي هي هاديك. و داكشي علاش كنتقن الشروجة كان يكونوا مضبوطين، يعني كيكونوا في واحد الصورة مزيانة وما تيبانلكش الشرج، يعني بحالة مرسوم. هادوك الفكرة اللي كنستعمل انا، وكل واحد وفكرتو، حتى شي واحد ما غاديش نقولو هو الاحسن ولا شي حاجه، كل واحد الطريقه ديالو. وما يمكنش تحكم على شي واحد، لان يعني راه الافكار متعدده،
كل واحد يستعمل داكشي اللي مسلكو. المهم هانتوما كيف تتشوفوا رجعني انا كملتو، تيبقى لينا ان شاء الله المونتاج ديالو، يعني المونتاج ونسقوه. دابا اخر المراحل، المقعد تيبغي واحد شويه ديال الثقه. هانتوما كيف تشوفوا كتجبد الخلف مع القدام مزيان، والجناب بيناتهم يعني الجنب الايمن بحال هذه الطريقه، وتبدا تورك بيديك هكا وتبدا تجبد بلاصه بلاصه حتى كتكمل ليه التلصاق ديالو. التلصاق ديالو ماشي شي حاجه صعيبه، غير واحد شويه التركيز وتجي عادي. داكشي كدفع بيديك و تدفع بصبعك، الصبع الكبار تدفع بهم بشوية. هانتوما على تدفع شوية هاك وشوية هاك وتتجبد. كيف العادة يعني تنعود لكم بنفس المراحل، تيبقى غير الشكل اللي مختلف ديال من شرج لشرج، كل شرج وفكرته كل شرج وطريقته. وهادو الشرجه اللي صاوبتيهم كتدي لهم واحد الكباري ديالهم، يعني باترون ديالهم كتخدم عليه حتى باش تولي خدمه سهله من بعد، يعني ما تحتاجش باقي تبدا كل شرج ديال قياس اللي صاوبتيه تخبيه. المهم كلشي باين هانتوما من بعد ما كتطرق هادشي. ها الشرجة هو كيف تشوفو، ها واضح واعر ناضي مزيان، قياس مضبوط. ها انتما كيف تشوفو، يعني تا المادة يعني مادة كاليتي مزيانة. هانتوما كيف تشوفوا اللون ديال الخيط راه خزي والسميكو غير اسود، وهذا الشيء اللي كان. هانتوما كيف تشوفوا الدقه المتناهيه، وتبارك الله عليكم اخوت، ونشوفكم ان شاء الله فيديو الجاي مع فكره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.